يلا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2020، بيبر 2 فاريانت 1. والسؤال الأول بيقول لي which one for which one of the following measurements would a micrometer screw gauge be suitable. حبايبي، أنا لو هقيس مسافة طويلة مثلا زي طول شارع، ففي حاجة يا جماعة اسمها التيب ميجر، في حاجة اسمها التيب ميجر معايا. طيب لو هقيس طول ترابيزة مثلا، حاجة أقل، ففي حاجة اسمها الميتر رول. لو هقيس يا جماعة طول ورقة، حاجة أصغر، ففي حاجة اسمها رولر. طب ماذا لو أنا عايز أقيس مثلا سمك سلك، تخن سلك، تخن قلم رصاص، ففي حاجة يا جماعة حاجة اسمها المايكرومتر سكرو جيج. المايكرومتر سكرو جيج يا جماعة بيديني القراية to the nearest 0.01 مليمتر، يعني ده مور اكيوريت ذان المسطرة 100 مرة. الاكيوريسي بتاعت ده ضعف اكيوريسي المسطرة 100 مرة. عشان كده يا جماعه لما يقول لي المايكرومتر سكرو جيج يقيس ايه؟ لينث اوف ذيس بيج، لا لينث اوف ذيس بيج عايزين رولر، لينث اوف بنسل برضه رولر. طب دايامتر اوف واير، هو ده المايكرومتر سكرو جيج. دايامتر اوف ان اتوم، لا مش للدرجه دي، مش لدرجه ان احنا نقيس دايامتر اوف ان اتوم. ايه؟ اوف ان اتوم بيدي ليها ايه؟ حاجات تانيه. ده يا جماعه كان السؤال الاول. السؤال الثاني حبايبي الحلوين بيقول لي ذا سبيد تايم جراف ريبريزنتس ا جيرني. How does the graph show that the distance traveled in section X of the journey is greater than the distance traveled in section Y? خلاص حبايبي يا محترمين، لازم تكون عارف معلومة. لما يكون عندك speed time graph، فالdistance هي عبارة عن area under graph، هي عبارة عن area under graph. فلما يقول ايه اللي في الرسمة دي تخليك تقول ان الديستنس traveled at section X اكبر من الديستنس traveled in section Y؟ هتقول له ببساطة يا جماعة الاريا under graph عند X اكبر من الاريا under graph عند Y. لازم تكون مذاكر كويس يا جماعة. مادام عندي speed time graph يبقى الديستنس تتجاب ازاي؟ area under graph. تمام؟ فرق أرجوك، لأن الجريدينت ده حاجة تانية خالص غير الاريا أندر جراف. ده يديك الأكسلريشن. يبقى يا جماعة لما يكون عندي سبيد تايم جراف، الاريا أندر جراف تديني ديستنس، بينما الجريدينت يديني الأكسلريشن. عشان كده يا جماعة الإجابة عندي هتكون A. The area below section X of the graph is greater than the area below section A below section Y. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده حلوين، السؤال الثالث بيقول لي a car is traveling at a velocity of 2 meter per second. A car is traveling at a velocity 2 meter per second. هي حاليا يا جماعة سرعتها 2 meter per second. Acceleration 0.20 meters per second squared. يبقى ده acceleration. لتايم مدته 2.5 minutes. وقلنا يا جماعة المينت عندي مش ستاندرد. عشان كده يا جماعة 2.5 minutes لازم تتحول لسكندز. ازاي؟ والله هقول له ال1 مينيت عباره عن 60 سكندز. ال1 مينيت عباره عن 60 ايه؟ سكند. يبقى 2.5 مينيت عباره عن كام سكند؟ يبقى 2.5 في 60 يطلع لي 150. الراجل عايز مين؟ عايز الفاينل فيلوسيتي. لو رجعت يا جماعه الرولز بتاعت الميكانكس اللي عندك، هتلاقي في الكايناماتكس رول بتقول لي A equals V minus U over T. A equals V minus U over A over T. تمام؟ طبعا لو طبقت الرول دي A equal V minus U over T، أنا طبعا معايا ال U ومعايا ال T ومعايا ال A، عايز ال V. لو شقلبت ال equation دي شوية هتطلع لك ال V equals A T plus U، ما ال T دي تيجي هنا وال U تروح الناحية التانية بال plus. حاول يبقى ال initial speed 2 ال U، ال acceleration بتاعت حضرتك ب 0.20، التايم بتاع حضرتك ب 150، ما عنديش تايم يا جماعه بالمينت، ما عنديش الكلام ده خالص، يطلع لي الفاينل انسر 32 متر بير سكند. دي اجابه هذا السؤال الجميل، السؤال رقم 3، رول مباشره جدا. السؤال الرابع which quantity is weight. مين في دول ويت حبايبي الحلوين؟ الويت بتتقاس بالنيوتن. تمام؟ الاكسلريشن مترز بير سكند سكوير، الفورس بالنيوتن، الماس بالكيلوغرامز، البريشر بالباسكال. اذا من الواضح يا جماعه ان الويت ما هو الا نوع من انواع الفورسز. الويت ما هو الا نوع من انواع الفورسز. يلا يا جماعه السؤال اللي بعده،
يلا يا حبايبي الحلوين، السؤال اللي بعده نوفمبر 2020، السؤال الخامس. عندي كرة بي ميد اوف ستيل، الويت بتاعها على الارث ب10، وعندي كرة كيو الويت بتاعها على مارس ب10، الجرافيتيشنال فيلد سترينث بتاع الارث اكبر من الجرافيتيشنال فيلد سترينث بتاع مارس. حبايبي هو مين اصلا جرافيتيشنال فيلد سترينث ده يا جماعه؟ الجي ده يا جماعه، الجي. الجرافيتيشنال فيلد سترينث هي مين؟ هي الجي، وليها اسم اخر يا جماعه هيجي لنا كمان خمس دقائق، حاجه اسمها acceleration of free fall او acceleration due to gravity. يبقى الجي دي مثلا ممكن يكون ليها 3 4 اسماء. الجي هي جرافيتيشنال فيلد سترينث، مش جرافيتيشنال فورس بالمناسبه، جرافيتيشنال فيلد سترينث مش جرافيتيشنال فورس. جرافيتيشنال فورس ده اللي هو الويت معايا. تمشي يا جماعه acceleration due to gravity، وتمشي كمان يا جماعه acceleration of free ايه of free fall. تعال نشوف الراجل بيقول لي يا جماعه ان الجسم اللي عندي ده هو على الارث وعلى المارس الويت بتاعته هي يعني الويت بتاعته على الارث ب10، والجسم وجسم تاني الويت بتاعته على مارس ب10. يا ترى الماس ما بينهم اخبارها ايه حبايبي؟ مش الماس مش الدبليو مش الويت ايكوال ام جي؟ طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان الماس الام في جي على الارث ايكوالز الام في جي على مارس. طب هو الراجل بيقول لي ان الجي بتاعت الارث اكبر من الجي بتاعت مارس، مش ده معناه ان الماس على مارس او الماس بتاعت الجسم اللي على مارس اكبر من الماس؟ مش احنا قلنا يا جماعه، ركز معايا تاني، مش احنا قلنا يا جماعه لما يكونوا حاجتين مضروبين في بعض يبقوا inversely proportional مع بعض؟ يبقى يا جماعه ام جي صغيره يبقى ماس ايه كبيره، وام جي كبيره ماس ايه؟ طبعا ده بيعتبر ايه يا جماعه؟ ان الويت ذا سيم، ان الويت ذا سيم معايا. يبقى الاجابه هنا هنقول له the mass of sphere p is the same as mass of sphere q. يا راجل ازاي الويت هي اللي ذا سيم؟ هو قايل لي في السؤال ان الويت هي ذا سيم. الماس اوف سفير بي ليس الماس اهو بصوا يا جماعه، الماس بتاعت الجسم اللي على الارث اقل من الماس بتاعت الجسم اللي على الايه اللي على المون. تمام طبعا يا جماعه اكيد سي ودي غلط. ليه؟ لان بيقول لي اون مارس ذا ويت اوف سفير از مور. يا راجل اذا كنت انت قايل ان هم ذا سيم، اذا كنت انت بعظمه لسانك قايل في السؤال ان هم ذا سيم، جاي دلوقتي تقول لي مور ولس؟ ما ينفعش طبعا. دي اجابه السؤال الخامس. السؤال السادس، السؤال السادس ببساطه يا جماعه، لو انا قلت لكم ده فوليوم ايه هتقول لي ده فوليوم الميه. طب ال 56 ده فوليوم ايه؟ ها ده فوليوم ايه؟ الميه بلس الكره، يبقى ده الفوليوم، سوري اسف، ده الفوليوم بتاع الميه بلس الكوره. طب حبايبي ال 80 دي فوليوم ايه؟ قال لك دي فوليوم الميه بلس الكوره بلس الكورك. يبقى ده ال 56، ال 56 فوليوم مين؟ فوليوم الميه بلس الكوره بس. لاحظ ان حته الكورك بره. طب ال 80 حبايبي هي فوليوم ايه؟ قال لك ده فوليوم الميه بلس الكوره بلس الكورك الثلاثه. مش ده معناه يا جماعه، مش ده معناه لو انا عايز اجيب فوليوم الكورك هطرح ال 80 ماينس ال 56؟ ما هو ده فوليوم الميه والكوره والكورك، ده فوليوم الميه والكوره بس. يبقى انا لو طرحت 80 ماينس ال 56 يطلع لي يا جماعه فوليوم ايه؟ طب معايا ماس، الراجل عايز density، بكل بساطة هنعمل ايه؟ هنقول له volume الكورك equals 80 minus 56 ب24. density يا جماعة equal mass over volume، يبقى يا جماعة 4.8 على 24، يبقى هيكون الإجابة ببساطة 0.20 grams per centimeter cube. تمام؟ أنا واضح إن أنا ما استفدتش من الأولانية دي بأي شيء. السؤال اللي بعده، السؤال السابع، سؤال moments رائع وجميل. البنت دي يا جماعه محمله على 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 البلانك دي يا جماعه بلانك اهي، دي بلانك، والبنت دي طبعا بوزنها كده والولد ده بوزنه كده طبعا. حبايبي
حبايبي، وزن الولد ده بالنسبة للبيفوت ده يدور ازاي؟ يدور انتي كلوك وايز. يمومنت ازاي؟ يمومنت انتي كلوك وايز. طيب وزن البنت دي بالنسبة للبيفوت ده يمومنت ازاي؟ يمومنت كلوك وايز. يمومنت ايه؟ كلوك وايز. معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ طيب يبقى نقدر نقول يا جماعه ان التوتال مومنت كلوك وايز ايكوالز التوتال مومنت ايه يا جماعه؟ انتي ايه؟ انتي كلوك وايز. التوتال مومنت كلوك وايز ايكوالز التوتال مومنت ايه؟ انتي كلوك وايز، صح؟ طيب هنقولها ازاي؟ ماس الولد في ديستنس الولد تو ذا بيفوت المفروض يكوال ماس البنت تايمز ديستنس البنت تو ذا بيفوت. مستر هي معلش سوري، هي مش دي كانت فورس؟ قال لك بص يا حبيبي، هي الصراحه المفروض تتقال ايه؟ الفورس في الديستنس ايكوالز الفورس في الديستنس. بس يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، لما بتيجي تطبق قاعده الايكوليبريم اللي هي توتال مومنت كلوك وايز ايكوال توتال مومنت انتي كلوك وايز، عادي جدا يا جماعه انك انت تقول له ايه؟ الماس في الديستنس ايكوال، يعني عادي انك تشيل الفورس وتحط مكانها الماس. ليه يا جماعه؟ ما هي الماس ايكوال الفورس، ما هي الفورس ايكوال الماس في 10، صح؟ مش الويت يا جماعه ايكوال ماس في 10. طيب كان ال10 دي راحت مع ال10 دي وخلاص، ففضلت ماس ايه زي ما هي. يبقى نقول له 25 في 1.2 يا جماعه، الكلام ده فقط لو انت طبقت قاعده توتال مومنت كلوك وايز ايكوال توتال مومنت انتي كلوك وايز. انما لو جالك في الامتحان قال لك احسب المومنت بتاع الولد، لا يا فندم كده لازم تضرب الماس في 10، كده لازم تضرب الماس في ايه؟ في 10. معايا؟ يبقى 25 في 1.2 ايكوالز ام كيو في 1.5 اللي هي وزن الماس بتاعت البنت، لو حسبناها يا جماعه ببساطه تطلع 20 كيلو جرامز، ده وزن البنت. دي اجابه هذا السؤال الجميل. نكمل معانا يا جماعه نوفمبر 2020 بيبر 2 فالنت 1 والسؤال الثامن، والسؤال قمه في الروعه، قمه في الروعه يا جماعه. السؤال ده يعني هو بيتحل بطريقتين، ممكن احله لك ماث بالمعلومات بتاعت الماث بتاعتك، وممكن احله لك فيزيكس بالمعلومات بتاعت الفيزيكس. تعال نجرب الماث الاول. حبيبي انا لما يكون عندي هنا 9 وهنا قدامها 1 يبقى الريزلتنت بتاعها بكام؟ ها؟ ب8. طب انا بسال سؤال، هل الستة دي قدامها حاجه لتحت؟ قال لك لا زيرو، خلاص يبقى هي 6 لفوق. ميزة خطيرة في هذا السؤال ان انت عندك هنا رايت انجل، فده هيساعدني كطالب ان انت لو عايز تستخدمها بايثاغورس هتمشي معاك. تمام؟ طبعا يا جماعة انتوا فاكرين طبعا لما الثمانية والستة نقفلها باراليلوجرام يبقى ده الريزلتنت. في طريقة تانية غير الباراليلوجرام، ايه هي؟ فاكرين لما كنا بنجيبها، لما كنا بنجيبها هيد تو تيل، اهي ادي الثمانية وادي الستة، ها هيد تو تيل. تمام؟ دي تيل تو تيل. الهيد تو تيل كانت بتتقسم ازاي يا جماعة؟ كانت بتحل ازاي؟ تريانجل. حبايبي الحلوين يلي واخدين ماث، لما دي تبقى 8 ودي تبقى 6 الار تبقى بكام؟ هتطبق بايثاغورس بتاعتك. تمام؟ مع العلم الكلام ده بس هنا في بيبر 2، اوعى تعمل الكلام ده في بيبر 4، انا اصلا ما عنديش بايثاغورس في منهجي. معايا؟ يعني مش المفروض تحل بدي. طبعا هتطلع معاك في النهايه بكام يا جماعه؟ هتطلع معاك في النهايه بكام؟ هتطلع معاك في النهايه ان الار ب 10. تمام؟ طيب سيبك من الماث، خلينا في الفيزيكس. حبايبي مش دي 8 ودي 6؟ تعال نفصصها واحده واحده، تعال نفصصها واحده. اولا لا يمكن تبقى 14. ليه يا جماعه؟ عشان الانسر يبقى انا هعملها باكسكلودنج الانسرز التانيين. حبايبي دي عشان تبقى 14 لازم ال 8 وال 6 يكونوا مع بعض. يا جماعه هي مش 8 بلس 6 ب 14؟ مش 8 بلس 6 ب 14؟ طيب يبقى يا جماعه عشان تكون الانسر 14 لازم الثمانية والستة يكونوا في نفس الاتجاه. انا بسأل سؤال، هل انا في سؤالي الثمانية والستة في نفس الاتجاه؟ قال لك لا. اذن سي غلط. ليه تاني؟ ليه غلط يا جماعة؟ عشان 8 نيوتن، عشان 8 نيوتن وستة نيوتن يدوني ريزالتنت 14 لازم يكونوا مع بعض عشان تبقى 8 بلس 6 ب 14. تمام؟ انا بسال سؤال، هل الاثنين دول مع بعض في نفس الاتجاه؟ الاجابه لا. اذا الاجابه مش 14. الحاجه الثانيه، هل يا ترى ممكن تكون اثنين؟ قال لك برضه لا.
ليه؟ ليه؟ اهو بيقول لي اكبر فاليو محتمله للريزلتنت فورس هو لو كانت التو فورسز في نفس الاتجاه. هل محتمل ان دي تديني اتنين؟ قال لك برضه لا. ليه؟ قال لك يا باشا عشان 8 و6 يدوني اتنين لازم يكونوا ضد بعض. يعني الحاله دي 8 مع الستة يديني اتنين، لان هما يبقوا كده ضد بعض، يطرحوا من بعض 8 ماينس 6، ولو مع بعض تبقى كام؟ تبقى 14. اذا لا دي تنفع ولا دي تنفع. ليه؟ لان ال 8 وال 6 لا هي مع بعض ولا هم ضد بعض، وانما عاملين انجل كده. طب سؤال، هل ينفع تكون 16؟ يا راجل ازاي؟ منين نقدر نخلي 8 و6 يدوني 16 يا راجل؟ احطهم ازاي؟ مع بعض ولا ضد بعض ولا اعملها ازاي دي؟ إذن يا جماعة مستحيل الثمانية والستة مهما حصل بأي شكل من الأشكال يديني 16 أصلا. ليه؟ لأن 8 و6 آخرها 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 إن هي تكون كام؟ إن هي تكون 14. إذن لا ال 16 تنفع ولا ال 14 هتنفع ولا ال 2 نيوتن هتنفع. تاني، ليه ال 16 ما تنفعش؟ حبيبي مستحيل 8 مع 6 يدوك 16. دي تعملها إزاي دي؟ إزاي 8 مع 6 تديك 16؟ 8 و6 آخرها 14. طيب هل الإجابة 14؟ قال لك برضو مستحيل. ليه؟ حبيبي عشان ال 8 وال 6 تديك 14 لازم يكونوا في نفس الاتجاه، عشان تبقى 8 بلس 6 يديني 14. هل هم في نفس الاتجاه؟ قال لك لا، إذا لا يمكن الإجابة هتكون 14. طب هل محتمل يكون 2؟ قال لك برضو لا. ليه؟ قال لك عشان 8 و6 تديك 2 لازم يكونوا ضد بعض. إذا هي لا مستحيل تبقى 16، مستحيل تبقى 14، مستحيل تبقى 2. الإجابة الوحيدة المحتملة إن هي تكون كام يا جماعة؟ الإجابة الوحيدة اللي ما فيهاش مشكلة هي إن هي تكون كام يا جماعة؟ إن هي تكون 10، 10 نيوتن. دي إجابة هذا السؤال الجميل. سؤال عايز تفكير، عايز دماغ نظيفة تفكر فيه. تمام؟ السؤال اللي بعده يا جماعة السؤال التاسع، سؤال عايز واحد برضو مذاكر كويس وحريف. ليه؟ لأن ببساطة بيقول لي an object with a mass 0.20 moves 0.20 meter per second. مين في دول عنده نفس المومنتم بتاع ده؟ أجيبها لكم على بلاطة من غير أي حسبة. سي. ليه؟ المومنتم يا جماعة فيكتور كوانتيتي. المومنتم فيكتور كوانتيتي. إذن يا جماعة لازم تكون نفس الدايركشن. طب يا مستر ما تيجي نحسبها، من المومنتم ايكوال ماس في فيلوستي. يلا نحسبها يا عم الحاج. ماس في فيلوستي يلا 0.20 في 0.2 في 0.2 يديني ايه؟ 0.04 كيلو جرامز متر بير سكند. لو حسبت ماس في فيلوسيتي كل واحده من دول، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هيطلع نفس الرقم، هيطلع نفس الرقم. تمام؟ طيب ايه بقى؟ كله زي بعض. مين الحكم في الموضوع يا جماعه؟ الحكم يا جماعه هو الدايركشن. سي هي الوحيده اللي في نفس دايركشن الموشن بتاع ايه؟ بتاع الاصليه. والمومنتم يا جماعه هي فيكتور كوانتيتي. دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده، السؤال العاشر، A stone is dropped from rest at a height 2 meter. انا فاكر الحاجات دي يا جماعه، حاجه محذوفه من فوق ويديني الهايت، ها، above the surface of the planet and no atmosphere، يعني ما فيش اير ريزيستنس. تمام؟ The speed of the stone just before reaching the surface. يا جماعة الستون خبطت الأرض ب final speed 3.8. أنا فاكر السيناريو ده يا جماعة قبل كده، إنه يديني height ويقول لي مفيش air resistance، ويطلب مني مثلا final speed. هو المرة دي يا جماعة مش بيطلب ال final speed، هو بيطلب ال acceleration of free fall. وللمرة التانية، إيه هو ال acceleration of free fall؟ ال acceleration of free fall هو G، اللي احنا بالظبط من 10 دقائق كنا مسمينه acceleration due to gravity، وبرضه قبلها سميناه ايه؟ gravitational field strength. معايا؟ انا فاكر السيناريو ده، اللي هي سيناريو اي حاجه بتقع بنقول له يا جماعه ان البوتنشال انرجي فوق equals الكاينتيك انرجي تحت. حتى انا فاكر في حركه كنا دايما بنعملها هنا، كنا بنمسح الام مع الام، حتى بالاماره كنا بتقول ده الدليل ان الماس ملوش علاقه بالفولينج، بدليل ان الماس اتشالت مع الماس. اذا يا جماعه القضيه كلها مين؟ ها، الهايت بيتاثر بمين؟ سوري، الفاينل سبيد اللي هنخبط بيها الارض. فهو عايز مين؟ هو عايز الجي.
انا بس عشان اكون صادق معاكم، هو احنا ايه النوع اللي احنا متعودين عليه؟ كان يديني الهايت، والجي بتاعتنا كان دايما ب10 لان هي كانت دايما على الايرث، ويقول لي يا ترى هتخبط الارض بفاينل سبيد كام؟ يعني انا جبت اوبجكت رميته من على ارتفاع 2 متر، ممكن تقول لي لو سمحت الاوبجكت ده لما يوصل الارض هيهبط في الارض بفاينل سبيد كام؟ او العكس، يديني الفاينل سبيد ويقول لي في اوبجكت اتهبب على الارض بسبيد 3.8 متر بير سكند، ممكن تقول لي الهايت بتاعه كانت كام بالظبط؟ فهمنا يا جماعه القصه شكلها ازاي؟ المره دي هو طلب مني حاجه جديده، هو طلب مني الجي، فبالتالي انا معايا الفاينل سبيد ومعايا الهايت، فبيقول لي يا ترى الجي على البلانيت ده بكام؟ طبعا يا جماعه لو حسبناه جي اتش طبعا والماس راحت مع الماس بتدي، يبقى الجي على البلان ده هي 3.6 متر بير سكند سكوير. واضح يا جماعه ان الاكسبيرمنت دي او الجسم ده ما كانش على الايرث، لان الجي بتاعه الايرث ب 10، الجي بتاعه الايرث ب 10 يا جماعه. يلا حبايبي السؤال اللي بعده، يلا يا احبابي السؤال اللي بعده، السؤال رقم 11، سؤال اطفال اطفال اطفال. بيقول لي ان الكتريك موتور يوزز 1000 جول اوف الكتريك انرجي، ات بروفايدز 450 جول اوف يوزفول اوتبوت انرجي، وات از ذا افشنسي؟ ايه هي الافشنسي؟ الافشنسي يا جماعه يعني هو يا جماعه خد 1000 جول كهرباء طلعهم 450 جول يوزفول. ببساطه يا جماعه الافشنسي هي الانرجي اوت على الانرجي ان تايمز 100، يديني حبايبي 450 على 1000 تايمز 100 ب 45%. دي إجابة هذا السؤال الجميل، أنا لا أرى في هذا السؤال أي فكرة. تمام يلا حبايبي، نوفمبر 2020 بيبر 2 فاريانت 1، والسؤال ال 12، والسؤال ال 12 تعالوا نشوف. To calculate the power produced by a force, the size of the force must be known. What else in... يا جماعة أنا عايز أعرف الباور، عايز أحسب الباور ومش معايا غير الفورس. قلب كده قلب قلب قلب، إذا مستر أنا ما عنديش رول فيها باور وفورس مع بعض. أنا اللي أنا أعرفه إن الباور equals the work over time أو الانرجي over time. جميل، اقفش اقفش هنا هو. أنت قلت لي يا حبيبي الباور equal إيه؟ work over time. طب ما الورك يا محترم equals force of distance، ما الورك يا محترم equal force of distance. إذن بما إن يا جماعة الورك equal force of distance والpower equal work of time for over time، مش هقدر أقول إن الpower equal force of distance over time، تمشي ولا ما تمشيش؟ أظن تمشي يا جماعة، أظن تمشي. force of distance over إيه؟ over time. إذن الإجابة عشان لو مدام أنا معايا الفورس وعايز اجيب الباور يبقى ناقصني ديستنس وناقصني تايم، يبقى الاجابه هتكون ايه؟ انا فعليا يا جماعه ناقصني ديستنس وناقصني حبايبي ايه؟ تايم. تمام. السؤال اللي بعده ده السؤال ال 12، السؤال ال 13، ابارامتر ريدز 780 ملي متر ميركوري، ميركوري الدنسيتي بتاعته بكذا، ممكن تحسب البريشر ان نيوتنز بير متر سكوير؟ حبايبي نيوتنز بير متر سكوير هي هي باسكال، نيوتنز بير متر سكوير هي هي باسكال. فلما يقول لي ابارومتر ريز مش ميركوري هاز دنسيتي اوف مش عارف كام، يا جماعه يا جماعه معلش، واحده واحده، انا على قد حالي، انا معايا دنسيتي ومعايا حاجه كده ملي متر، يعني شكلها لينث شكلها هايت شكلها حاجه لينث، وعايز بريشر، مين اللي فيه التلاتة دول؟ مين اللي فيه التلاتة دول؟ بريشر equals رو جي اتش. بس عندي مشكلة صغيرة هنا، هنا يا جماعة الدنسيتي بالمش عارف ايه بير متر كيوب، وهنا معرفش ايه بير متر سكوير، بس دي بالملي متر. بنعملها ازاي؟ بنقول له يا جماعة ان 1 متر equals 1000 ملي متر، يبقى كام equals 780 مليمتر. لما نيجي نحسبها يا جماعة اهو 780 تطلع 0.78 على 1000 معايا، ومعايا الدنسيتي، عايز البريشر، بريشر حبايبي الحلوين equals رو جي اتش 1.36 تامز مش عارف كام في 10 تامز 0.78، يطلع لي هذا الرقم الجميل. هذا الرقم الجميل تقدر بقى تقلبه على الكالكيتر براحتك، بس تقدر تقوله كام؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، ما تعدش الاخير ده، سيب اللي لوحده ده.
يبقى هقدر اقول 1.06 تايمز 10 تو ذا باور 5. تاني هتعد، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه، ما تعدليش الاولاني، ونقول له 1.06 ها تايمز 10 تو ذا باور ايه 5، تايمز 10 تو ذا باور ايه 5، ما تعدش الاولاني لان ده اوريدي انت سايبه زي ما هو. اذا الاجابه هتكون كام يا جماعه؟ الاجابه هتكون الفقره ب 1.1 يا جماعه، 1.06 هي 1.1. السؤال اللي بعده حبايبي، السؤال اللي بعده كويستشن 14، سؤال اطفال ما ينفعش نتوقف عنده ابدا 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 ابدا، لازم حضرتك تكون مذاكر وعارف يا جماعه. في البارومتر المسافة اللي كنا بنقيسها كانت بتبقى من فين؟ المسافة اللي هي يا جماعة لو تفتكروا اللي هي طلعت في النهاية 76 سنتيمتر ميركوري، كانت منين؟ كانت من السيرفس ده للسيرفس ده. إذا الإجابة هتكون إيه يا جماعة؟ الإجابة هتكون الفقرة سي. المسافة اللي إحنا بنقيسها في البارومتر هي من سيرفس الحوض لسيرفس الإيه يا جماعة؟ سيرفس الميركوري اللي في الحوض لسيرفس الميركوري اللي في التيوب. السؤال 15، السؤال 15، A student splashes water onto her face. بنت يا جماعة رشت مية كده على وشها، غسلت وشها. Here are three statements about the effect. The water uses energy to evaporate. ولا the water gains energy from the student. ولا the face of the student cools. حبايبي عموما في المية، عموما في المية أو أي liquid، تمام، ال highly energetic molecules بتهرب، فمين اللي بيفضل؟ الليست انرجيتك موليكيولز. الله، طب ما الليست انرجيتك موليكيولز دي عايزه تهرب هي كمان، فبتبدا تاخد الانرجي منين؟ لكن السؤال، السؤال هنا مش حوض، السؤال هنا بنت رشه ميه على وشها، فهتبدا الووتر موليكيولز دي تاخد انرجي من وش البنت، فتبدا البنت تشعر ببروده، تمام، تبدا البنت تشعر ان في وشها ايه برد. او نقدر نقولها بشكل تاني يا جماعه، مين اللي هرب؟ الهايلي انرجيتك موليكيولز. اذا مين اللي فضل؟ اللو انرجيتك موليكيولز. يبقى يا جماعه المايه دي تبرد ولا ما تبردش؟ مش الافريج كاينيتك انرجي قلت؟ تمام معايا؟ دي طريقه ثانيه. اذا تعال نشوف، هل المايه محتاجه انرجي تو ايفابوريت؟ طبعا طبعا طبعا، امال هتهرب ازاي؟ امال هتبقى هايلي انرجيتك موليكيولز ازاي؟ The water gains energy from the student. ايوه طبعا، ما انا كووتر موليكيول ببدا اخد الانرجي من ايه؟ من الحاجه اللي جنبي، تمام. طيب هل وش البنت هيسقع؟ ايوه طبعا يا جماعه وش البنت هيسقع. اذا العباره P صح، والعباره Q صح، والعباره R صح، الثلاثه صح فيما يخص الايفابوريشن. السؤال ال 16 تعالوا نشوف قصته ايه. When a bridge is built, a gap is left between each concrete slab. Why are these gaps left? يا جماعة لما بنبدأ نعمل كوبري بنسيب مسافات ما بين، يعني اللي هو الألواح الخرسانية. ليه؟ عشان يا جماعة لما الشمس تطلع في الصيف تعمل expansion، تغيب في الشتاء تعمل contraction. تطلع في الصيف تعمل اكسبانشن ويبقى ليها مسافه تكسباند فيها. فانا كل الموضوع يا جماعه انا بحاول اسيب مسافه عشان يكسباندوا براحتهم، فالاجابه هتكون عشان الكونكريت بيكسباند ان ووم دايز، فانا لازم اسيب مسافه ليها ان هي ايه؟ ان هي تكسباند، تمام. السؤال اللي بعده، السؤال ال 17 بيقول لي the specific heat capacity of solid P is greater than solid Q. What does this statement mean? افهم بقى معايا واحدة واحدة. افهم معايا واحدة واحدة. أولاً خليني أوفر على حضرتك. Less energy is needed to melt. غلط يا راجل. غلط يا راجل. ليه؟ يا جماعة specific heat capacity ملوش علاقة بالmelting. Specific heat capacity ملوش علاقة بالإيه؟ بالmelting. معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ الmelting يا جماعة ليه درس مخصوص. ليه درس مخصوص اللي هو يا جماعه حاجه اسمها latent heat of fusion واللاتنت هيت اوف فابورايزيشن. طيب يبقى اذا انا محتار ما بين A و C. حبايبي انا عندي قاعده بتقول لي ان C equals Q على M في دلتا ثيتا. طيب لما يكون الدلتا التشينج ان تمبرتشر ذا سيم والماس يونت ماس، مش ده معناه ان الماتيريال اللي ليها سبيسيفيك هيت كاباسيتي كبيره بتحتاج انرجي كتير؟ تاني
الماتيريال يا جماعة اللي ليها سبيسيفيك هيت كاباسيتي كبيرة بتحتاج وقت كتير عشان تسخن. الماتيريال اللي ليها سبيسيفيك هيت كاباسيتي كبيرة بتحتاج وقت كبير وانرجي كتير عشان ايه؟ عشان تسخن. اذا اظن يا جماعة ان الاجابة هتكون سي، اللي هي more energy is needed to raise the temperature of P than Q. ليه؟ لان P greater specific heat capacity than Q. يبقى يا جماعة أمه specific heat capacity كبيرة تحتاج energy كتير. تمام؟ دي إجابة هذا السؤال. السؤال اللي بعده، الراجل سألني على specific heat capacity، دلوقتي عايز يسألني على specific latent heat. بيقول لي a student placed a number of ice cubes in a container with a hole in the base. He left them to melt so that the water is dry. بص يا جماعة القصة وما فيها، الراجل يا جماعة حاطط هنا شوية ايس في بيكر مخروم، تمام؟ البيكر اللي تحت هنا يا جماعة وزنه 0.50. طبعا يا جماعة لما تبدأ الايس ده ياخد الهيت من السراوند هتبدأ يا جماعة يعمل دريبينج وينقط، فهيبدأ يتجمع لي هنا شوية مية. الحياة يا جماعة بعد المية الماس زادت من 0.050 ل 0.016. مين دي يا جماعة؟ ده وزن الايس اللي ساح خلال ال 5 minutes. ما ده التايم بتاعي يا جماعة، ده وزن الايس اللي ساح خلال ايه يا جماعة؟ ها، خلال ايه؟ خلال 5 minutes. تمام حبايبي؟ طب ثانية كده، ثانية كده، وزن الايس اللي ساح خلال 5 minutes. تمام؟ طيب الspecific latent heat of fusion of the ice 3 3 4. ركز، انا عندي مشكله، انا عندي مشكله. ها، جرامز، ودي ايه؟ كيلو. ايه؟ كيلو جرامز. هعمل ايه يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، انت قدامك حاجه من الاثنين، يتحول دي لكيلو جرامز، يعني شوف ال 3 3 4 دول يبقى كام جول بير جرامز، يتحول دي للايه؟ للجرامز. انا شايف ان تحويل دي اسهل، يعني ان احنا نحول دي لجرامز وخلاص معايا. فانا هقول له يا جماعه ال 0.05 كيلو جرام، طبعا يا جماعه specific latent heat of fusion equals q over m. q over a m معايا. طيب يبقى هعمل ايه يا جماعه؟ هعمل ايه؟ ادي يبقى ال quantity of heat energy هو ده اللي هو عايزه، equals specific latent heat of fusion times m. ال m بكام بقى؟ بصوا يا جماعه، دي 0.050 كيلو جرامز، انا هحولها لجرامز معايا. مع العلم يا جماعه ان احنا الاصل المفروض ان احنا نحول الجرام للكيلو جرام. يا جماعه انتوا احرار في السؤال ده، احنا احرار معايا. يعني انا ممكن احول دي لكيلو جرامز ازاي؟ شوف بقى، هي اقسم على 1000 وشوف القصه شكلها عامل ازاي. تمام؟ فدي هتبقى 50 جرام ودي هتبقى 160 جرام. اذا يا جماعه وزن الميه، مستر مش وزن الميه حبايبي، ده وزن الايس اللي ساح اللي هو وزن الميه معايا. ايكوال كام يا جماعه؟ ايكوالز الرقم الغريب ده، لو بصيت في اختياراتك هتلاقي ان اقرب رقم للرقم اللي اتحسب ده هو 37000 جولز. 37000 جولز. تمام؟ ده السؤال ال 18. يلا حبايبي على السؤال ال 19. سؤال جميل جميل جميل. حاطط هنا يا جماعه هيتر، ودي عصايه كابر، ودي عصايه براس، ودي عصايه سيلفر، ودي عصايه ايرن. وعامل ايه بقى يا جماعه؟ ركز معايا بقى، هو حاطط هنا يا جماعه واكس وكوره، واكس وكوره، واكس وكوره، واكس وكوره. طبعا حبايبي الهيت هيمشي يمشي 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 يمشي، يوصل للواكس يسيحه الكوره تقع، يوصل للواكس يسيحه الكوره تقع. لاحظ ايه الراجل؟ لاحظ ان الكوره اللي لازقه في السيلفر وقعت الاول. لاحظ ان الكوره اللي لازقه في السيلفر وقعت ايه؟ وقعت الاول معايا يا جماعه. فطب ده بالنسبه له معناه ايه يا جماعه؟ تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. يا ترى معناه ان السيلفر بيست كوندكتور، ولا السيلفر ووست كوندكتور، ولا السيلفر بيست راديتور؟ لا، اتقل عليا اتقل عليا، الاكسبيرمنت دي ما لهاش اي علاقه بالراديشن يا جماعه. الاكسبيرمنت دي كلهم لامسين بعض، النار رمسه الرد والرد لمسه الواكس، يعني كلها تلامس. الراديشن ده يا جماعه اتكلم عنه امتى؟ لما اكون انا بعيد عن الهيتر، يعني دي الهيتر مثلا وايديا هنا اهو، يبقى اقول لك ده كده تسخين عن بعد. انما ده مش تسخين عن بعد يا جماعه، ده كله لامس بعضه
معايا يا جماعه؟ اذا الموضوع ده ملوش علاقه بالراديشن، نقدر نقول يا جماعه ان السيلفر هو البيست كوندكتور. السيلفر حبايبي هو الايه؟ هو البيست ايه؟ كوندكتور. السؤال ال 20، 4 كابس A B C and D contain hot coffee. Which cup keeps the coffee warm the longest? عندي يا جماعه كوبايه بلاك، ركز يا جماعه، ركز ان الكوفي اللي جوه هوت بلاك ومتغطيه بغطا، وفي واحده تانية بلاك بس ما عليهاش غطا، واحده وايت بس عليها غطا، واحده يا جماعه وايت ومش عليها غطا. مين اللي هتحافظ على الشاي سخن او القهوه بقى سخنه لاطول فتره ممكنه؟ حبايبي ببساطه ببساطه ببساطه، الاسود يا جماعه افتكروا ان هو جود اميتر، فالكوبايه دي هتفقد هيت كتير من الجناب بس مش هتفقد حاجه من فوق. الكوبايه دي يا جماعه هتفقد هيت كتير من الاجناب. ركز يا جماعه ان الكوبايه نفسها سخنه، هي مش هتسخن من بره، ده هي اللي سخنه. الابيض يا جماعه اميتر مش حلو، عشان كده يا جماعه الكوبايه دي هتحافظ على الهيت جوه أطول فترة ممكنة، لأن هي هتلوز من الأجناب قليل، هتلوز من الأجناب قليل ومش هتلوز من فوق حاجة أصلا. معايا؟ يبقى أقل واحدة هتلوز هيت مين يا جماعة؟ الوايت والكفرد بالليد. ليه؟ لأن هي يا جماعة لوزنج قليل من فوق ولوزنج قليل من الإيه؟ من الأجناب، غير الأسود. تمام؟ وركزوا تاني إن القهوة نفسها هي اللي سخنة، غير يا جماعة أن يكون في جسم ساقع وبيسخن من بره، ده موضوع تاني خالص. تمام؟ ده السؤال رقم 20. السؤال حبايبي 21، سؤال أطفال صغيرين ما أقدرش أتكلم فيه كلمة ولا حتى أن أنا أحاول أشرحه يا جماعة. اللايت ويفز معروف أن هي ليست لونجيتودينال، اللايت ويف ترانسفيرز. يبقى دي أول معلومة، أنك لازم تكون عارف أن اللايت ويفز هي ترانسفيرز ويف. المعلومة التانية، هو أنت عارف ديفينيشن الترانسفيرز؟ يا جماعة الترانسفيرز ويفز هي اللي البارتيكلز اوف ذا ميديوم، او عموما الفايبريشن بيكون بيربنديكولار تو ذا ويف، يعني الويف ماشيه كده وتلاقي الفايبريشن اب اند داون. تمام؟ اذا يا جماعة ده السؤال ديفينيشن مباشر زي ما هتلاقيه كده بالنص في النوتس. تمام؟ اللي بعده او اي كتاب بتذاكر فيه عموما يعني. حبايبي ده ديفراكشن، ده ديفراكشن، واحنا قلنا يا جماعه ان احلى ديفراكشن في الدنيا لما تكون الجاب تقريبا قد الويف لينث، لما تكون الجاب اللي هي دي. طبعا انا واضح يا جماعه من ان اللي قدامي دي ان الجاب كبيره جدا 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 بالمقارنه بالويف لينث، عشان كده تلاحظوا يا جماعه ان الديفراكشن حصل ازاي. لا مش كيرفت. فالراجل بيقول لي يا ترى اعمل ايه عشان اخلي الديفراكشن كيرفت؟ تعال اقول لك تعمل ايه. بصوا يا جماعه ده الديفراكشن الوحش اللي عندك. انا عايز اعمل ايه يا جماعه؟ انا عايز اخلي الجاب nearly equal to the wavelength. طب ما انا عشان اخلي الجاب nearly equal to the wavelength قدامي حاجه من الاثنين، اما انك تصغر الجاب او خلي الجاب زي ما هي. خلي الجاب زي ما هي بس كبر الwavelength. معايا؟ ما هو انا الهدف ايه؟ ان الهدف ان الجاب تكون نيرلي ايكوال تو ذا ويف لينث، فاعمل ايه يا عم؟ يا تصغر الجاب يا تكبر الويف لينث، يا تصغر الجاب يا تكبر ايه الويف، ايه الويف لينث. تطلع لي في النهايه يا جماعه ايه؟ سي. تطلع لي في النهايه ايه؟ يبقى الجاب سيم، الويف لينث تكون ايه؟ لارج. تمام؟ او اخلي الجاب سمولر، بس انا ما عنديش هذا الاوبشن، انا ما عنديش الاوبشن اللي بيقول ان انا اخلي الجاب ايه سمول، فاضطريت اختار الاختيار سي. السؤال اللي بعده، السؤال 23 بيقول لي which statement about a thin converging lens is correct. ركز بقى معايا حبايبي، انا عارف اللي انا خدته في اللينسز ان اللايت اللي بيجي بارالل، اللايت اللي بيجي بارالل للبرنسيبل اكسس بنكسره فين يا جماعه؟ بنكسره على الفوكس. واللايت اللي بيجي من على الفوكس بنكسره بارالل. واللايت اللي بيجي من على الاوبتيكال سنتر يعدي انديفيت. فالراجل بيديني الاوبشن الاولاني بيقول لي هل all rays of light refracted by the lens pass through the focus؟ يا راجل
هل كل اللايت اللي دخل اللينس ودع الفوكس؟ طب ما هو مش معدي على فوكس اهو، ما هو عدى من غير ما يعدي على الفوكس خالص معاه. اذن لا، ايه غلط؟ ايه غلط؟ طب العبارة التانية، هل كل الريز اللي كانت بارالل للبرنسيبال اكسس زي ده كده هتعدي على الفوكس؟ اه طبعا، اي ري يا جماعة هتيجي بارالل للبرنسيبال اكسس هتتكسر على مين؟ على الفوكس. انا شايف ان دي صح. هل الفوكال لينث هو المسافة ما بين الايمج والفوكس؟ غلط. الفوكال لينث هو المسافة ما بين الاوبتيكال سنتر والفوكس. هي دي الفوكال لينث، مش دي مش فوكال لينث. طيب اذا سي غلط. هل الفوكال لينث هي المسافة ما بين الايمج والاوبجكت؟ برضو غلط. المسافة بين الايمج والاوبجكت ده مش فوكال لينث. الفوكال لينث يا جماعة هي المسافة ما بين نص اللينس والفوكس. انا مش شايف يا جماعة حاجة عندي صح الا بي. انا مش شايف حاجة عندي صح الا ايه؟ الا بي. تمام، يلا يا جماعه نشوف اللي بعده. يلا حبايبي نشوف اللي بعده. كويستشن 24، سؤال قمه في الروعه، سؤال قمه في الروعه يا جماعه. كلنا عارفين ان الوايت لايت عباره عن سبعه الوان، روي ج ج ج بيف، سبعه الوان. حاجه يا جماعه اللي انا عايز اقوله لكم، كلهم وهم ماشيين في الاير بيبقوا سيم سبيد. السبعة ماشيين مع بعض ولا زعلوا من بعض ولا أي حاجة. لكن يا جماعة لما بيخشوا البريزم بيبدأ الاختلاف معايا. فالريد لايت سرعته بتقل والفايلت لايت سرعته بتقل قوي. تمام، السبعة الوان يا جماعة ماشيين في الاير بنفس السبيد، ماشيين في الفاكيوم بنفس السبيد. اختلافهم بدأ امتى؟ لما دخلوا البريزم. ليه؟ لان طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين اللايت الاير رير، بينما البريزم يعتبر دنس. فطبعا الحاجة لما تخش من رير دنس بنقول ان الويف لينث بتقل والويف سبيد بتقل والفريكوانسي زي ما هي. بس القصة في حاجة، الريد سبيده هتقل والفايلت كمان سبيده هتقل، بس الفايلت لو الريد قل شويه فالفايلت السبيد بتاعته قلت شويتين ثلاثه، لان الفايلت هو الاكثر تاثرا بالريفراكشن، الاكثر تاثرا بالبريزم. تمام، يبقى تلاحظ حتى يا جماعه، يبقى يا جماعه الفايلت اتكسر قوي والويف سبيد بتاعتها قلت قوي. فتعال نشوف بقى القصه شكلها عامل ازاي. هو بيقول لي هل الريد لايت ليست ريفراكتد؟ اه الريد لايت اتكسر اقل من الفايلت. تمام، طيب والريد لايت ان هل الفايلت ليست ريفراكتد؟ قال لك لا دي غلط. اذا سي ودي غلط. ليه يا جماعه؟ واضحه لاي حد يا جماعه ان الفايلت اتكسر اكتر من ريد، فمش محتاجه فزلكه يعني. طب تعال نبص تاني، هل الريد لايت ليس سبيد؟ يا جماعه ركز، احنا قلنا هل الريد لايت ليس سبيد ذان الفايلت؟ احنا قلنا يا جماعه سبيد اوف ريد هتقل بس سبيد الفايلت هتقل قوي. اذا يا جماعه واضح ان الريد في البريزم اسرع من الفايلت في البريزم. معايا لان احنا قلنا الريد هتقل بس الفايلت هتقل قوي، فبالتالي واضح ان الفايلت ايه؟ بطيء. اذا يا جماعه الوحيده اللي تعبر عن الاجابه هنا هي بي. ده السؤال رقم 24. السؤال 25، سؤال أطفال صغيرين. يا جماعة كلنا عارفين إن سرعة الساوند في السوليد أسرع من سرعة الساوند في الليكويد، أسرع من سرعة الساوند في الجاز. إذن هتلاقي الإجابة الوحيدة اللي تمشي مع حضرتك هي إيه؟ لأن هي دي الوحيدة اللي سرعة الساوند في السوليد أسرع من الليكويد، أسرع من الجاز. سؤال بسيط. سؤال 26، سؤال أطفال حبايبي. loudness of sound produced does not change. يا جماعة اللاودنس ما تغيرش بس البيتش اتغير. حبايبي تذكروا ان اللاودنس هو الامبليتيود والبيتش هو الفريكوانسي. طيب خلاص، يبقى الامبليتيود ده سيم ما اتغيرتش والبيتش اللي هي الفريكوانسي ايه؟ اتغيرت. فهو السؤال هنا يا جماعه بكل بساطه هو جاست بيختبر، هو حضرتك عارف ان اللاودنس هو الامبليتيود والبيتش هو الفريكوانسي؟ بس ده الكلام الوحيد اللي هو بي ايه. سؤال 27 يا جماعه، للاسف من يعني انا مش عارف بصراحه هو جابه ليه اصلا. انا مش عارف بالظبط هو جاب سؤال زي ده ليه.
تمام. لا فكرته عندي في المنهج ولا يعني هو بصراحه يعني مغوط قوي في فكره ان هو ايه يختبر حاجه غريبه. فاكرين يا جماعه لما كنت بحط المغناطيس على الايست ويست دايركشن واقعد ادقدق عليه بالشاكوش، كان بيعمل ايه يا جماعه؟ لما كنا بنحط المغناطيس على الايست ويست دايركشن ونقعد ندقدق عليه بالشاكوش، ده كان بيعمل دي ماجنتايزيشن. هو الهدف من الموضوع ايه؟ مع اني انا ايفن مش شايف حاجه زي كده حتى في التكست بوك بتاعه، هو ما شرحش حاجه زي كده، لا شرحها في سيلبس ولا شرحها في تكست بوك، فانا مش عارف السؤال ده لازمته ايه. تمام؟ طيب حبايبي، هو الهدف ايه؟ هو الهدف ان انا احط المغناطيس بيربنديكولر على الماجنتيك فيلد بتاع الايرث. يعني هنعتبر ده يا جماعه ده الماجنتيك فيلد بتاعت الايرث، وكان ده مثلا النورث بتاع الايرث وده الساوث بتاع الايرث، فانا عايز احط المغناطيس بتاعي بيربنديكولار عليه. يبقى تعالى اعرفك بقى معلومه، انا ليه بحط المغناطيس بتاعي على الايست ويست دايركشن وادقدق عليه بالشاكوش؟ قال لك عشان المغناطيس يبقى بيربنديكولار، ما يبقاش بارلل للماجنتيك فيلد اوف الايرث، فلما ادقدق عليه بالشاكوش يحصل لوزز ماجنتايزيشن. خلاص، يبقى لما نحط الستيل at right angles، او لما نحط الماجنت بقى لان هو قال لك slightly magnetized، لما نحط المغناطيس at right angles to a weak magnetic field. مستر، هو الماجنتيك فيلد بتاع الايرث ويك؟ بالنسبه للمغناطيس الماجنتيك فيلد بتاع الايرث ويك. ايه ده مستر، امال الارض شدانا ازاي؟ حبيبي الجرافيتيشنال فيلد حاجه والماجنتيك فيلد حاجه، الجرافيتيشنال فيلد بتاع الايرث حاجه والماجنتيك فيلد بتاع الايرث حاجه. هم ليهم ارتباطات في بعض لاحقا، مش موضوعنا دلوقتي، بس حبايبي لا المجنت، لان ببساطه يا جماعه لو الماجنتيك فيلد بتاع الايرث بالنسبه لي قوي، احنا مش هنعرف نرفع اي حاجه مصنوعه من ايرون. تمام؟ اذا يا جماعه لما تحط مغناطيس perpendicular to the magnetic field lines of a weak magnet او or weak وده لي عليه بالشاكوش، ده يعمل losing magnetization. طب ماذا مستر لو انا حطيت مغناطيس parallel مش ويك بقى لسترونج ماجنتيك فيلد ودقدقت عليه بالشاكوش؟ قال لك لا ده هيقويه يا فندم، ده هيقويه. يبقى يا جماعه لو جبت مغناطيس حطيته بيربنديكولار تو ا ويك ماجنتيك فيلد زي ما بنقول على الايست ويست دايركشن ودقدقت عليه، يلوز ماجنتيزم. لو حطيت مغناطيس بارالل مش بيربنديكولار بقى parallel to a strong magnetic field ودققت عليه، قال لك لا يقوي اكتر. معايا؟ طبعا يا جماعه كل اساسا حاجات الماجنتايزيشن هي عباره عن ان انت بتحاول تحط حته الحديده parallel to strong ايه؟ parallel to ايه؟ a strong magnetic field. تمام؟ ومع شويه ايه؟ ضرب عليه كده هيخليه ايه؟ هيخليه يماجنتايز. هو سؤال قوي، ومش عايز اقول ان هو مش من الاسئله اللي ممكن تكون مثلا ايه، يعني هو فعليا الشرح اللي انا شرحته ده هو غير موجود في يعني مش موجود ولا في التكست بوك ولا في نوتس ولا حد بيفكر ان هو إيه، يعني مش عارف ليه هو جايب سؤال زي ده. هل متوقع مثلا ان الطالب هيفكر في حاجه زي كده لوحده؟ انا كل اللي عليا يا جماعه في المنهج ازاي اعمل ماجنتايزيشن وازاي اعمل دي ماجنتايزيشن، انما الـ 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 التفاصيل دي غير موجوده خالص. طيب السؤال 28، سؤال بسيط برضو عن الماجنتيزم. لو انا يا جماعه عندي A و B و C و D، افتكروا معايا حاجه حلوين اسمها الماجنتايزيشن باي اندكشن. يعني ايه؟ مجرد ما حته الحديده تلمس الماجنت هي كمان بتبقى ماجنت، مجرد ما حته الحديده تلمس الماجنت هي كمان تبقى ماجنت، وهكذا يا جماعه، وهكذا وهكذا. فبالتالي اصبحت يا جماعه كل مسمار من دول عباره عن ماجنت. طب ماشي، ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك ما خد بالك المسمار ده لما يماجنتايز لازم الحته دي تكون نورث. ليه؟ ما هو ما ينفعش تبقى ساوث، ما هو لازم ياتراكتوا بعض، لازم المغناطيس ياتراكت الايرن، فلازم الحته دي تبقى ايه؟ تبقى نورث. طيب اذا الحته البعيده دي ساوث، ساوث وساوث يعملوا ايه يا جماعه؟ ساوث وساوث يعملوا ايه؟ لازم يريبلوا بعض، لازم هيريبلوا بعض. تمام يا جماعه؟ فهمنا حبايبي القصه هنا شكلها عامل ازاي؟ تمام، دي إجابة هذا السؤال الجميل. السؤال اللي بعده، السؤال 29. الله الله الله، A negatively charged plastic rod is brought near to an uncharged metal sphere and held there. What happens when the metal sphere is earthed? ماذا يحدث لما المتال سفير يا جماعة بيحصل لها earthing؟ حبايبي
نيجاتيف بلاستيك رود وانشارجد ميتال سفير، ما بتفرقش في حاجه. حاجه اسمها التشارجنج باي اندكشن، ادي يا جماعه نيجاتيفلي تشارجد رود وادي ميتال سفير انشارجد نيوترال. يلا يا جماعه نقرب العصايه، هيلا هوب اهي. ايه اللي هيحصل؟ قال لك الالكترونز دي هتريبل بعيد. طب البروتونز يا مستر مش هتيجي؟ قال لك لا يا فندم البروتونز ما بتتحركش. حتى هذه اللحظة هتلاقي يا جماعة ان النيجاتيف تشارجز قد البوزيتيف تشارجز، يعني اوفر اول البتاع ده كده يا جماعة اسمه اللهم صل على سيدنا محمد ما زال نيوترال. بس لو انا تخيلت في خيالي ان انا قسمته نصين، فهتلاقي النص ده كأنه نيجاتيف والنص ده كأنه بوزيتيف. الخطوة الجاية بعد ما بنحط الرد بنحط الارث. الارث هيعمل ايه هنا يا جماعه؟ الارث هيعمل ايه؟ الارث هيبدا يخلي التشارجز الزياده دي تمشي. التشارجز الزياده دي تمشي. ايه ده يا مستر؟ ايه ده يا مستر؟ طب ليه؟ اشمعنى الارث هنا عمل لده نيوترال وما خلاش ده؟ يعني ليه الارث مثلا ما طلعش لده الكترونز؟ قال لك عشان العسكري، فاكرين العسكري يا جماعه؟ هل العسكري ده هيرضى اي الكترون يطلع جنبه هنا؟ ينفع نيجاتيف ونيجاتيف؟ قال لك ما ينفعش. طول ما العسكري ده واقف ده مش هيحصل له حاجه. مستر حتى لو شلت الارث من هنا وحطيته هنا، قال لك حتى لو شلت الارث من هنا حطيته هنا مش هيعمل لك حاجه. ليه؟ هذا الرد بهذا الشكل لن يسمح لاي الكترون انه يطلع هنا، هيعمل له ريبالشن على طول، يديه بالشالوت ويقول له امشي. تمام؟ شيل الارث، يبقى الخطوه الاولى حط الرد، حط الارث، شيل الارث، شيل الرد. حبايبي نقدر نكنسل كل بوزيتيفايا مع نيجاتيفايا، كل بوزيتيفايا مع نيجاتيفايا. ايه اللي حصل يا جماعه للبتاعه دي؟ اذا العصايا النيجاتيف خلت السلندر ده ايه؟ بوزيتيف. طبعا في مثال تاني في النوتس لما يكون العصايه بقى بوزيتيف. اكيد يا جماعه لما تكون العصايه بوزيتيف ده يا جماعه حاجه اسمها تشارجنج باي اندكشن. تشارجنج باي اندكشن. طبعا يا جماعه افتكروا معايا، هو احنا لما حطينا الارث ايه اللي حصل؟ الالكترونز عملت ايه؟ ها الالكترونز دي راحت للارث. ركز ان ده ان الرد دي نيجاتيف، لو الرد دي بوزيتيف هيحصل حاجات تانية، راجعها في النوتس من فضلك. اذا انا هقول له بكل بساطه يا جماعه اهي خلاص شكرا بقت بوزيتيفلي تشارجد. تمام تعال نشوف القصه هنا شكلها عامل ازاي. اذا يا جماعه ايه اللي حصل لما عملنا ايرثنج؟ قال لك الالكترونز فلو فروم الميتال سفير تو ذا ايرث. ارجو ان الناس تراجع هذا الدرس جيدا. بالمناسبه احنا شرحناه حصه الاثنين اللي فات، هي التشارجنج باي اندكشن. السؤال 30 يا جماعة، مين اللي يديفاين الالكتروموتيف فورس؟ لا ثانية واحدة بقى. الالكتروموتيف فورس فولتج. الالكتروموتيف فورس وفولتج وبوتنشال ديفرنس، الثلاثة دول يتقال عليهم فولتج. هل اقدر اقول ان الفولتج هو الكرنت؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا ما ينفعش. الفولتج مش كرنت. ايوه يا مستر برضه ما هو الفولتج مش انرجي. لا يا استاذ يا محترم، الفولتج هو انرجي. ازاي بقى يا مستر؟ حبيبي انت مش عندك رول بتقولك ان V equals E over Q؟ مش انت عندك رول بتقولك ان V equals E over Q؟ طيب يبقى ده معناه ان الفولتج هو الانرجي divided by الايه؟ الشارج. الانرجي divided by ايه؟ by الشارج. تمام؟ خلاص؟ يبقى اهو، يبقى ايه هو الفولتج؟ ايه هو الالكتروموتيف فورس؟ هو الانرجي to derive one كولوم. ما تنساش يا جماعة ما هي دي كولوم، ما دي بالكولوم. الكوانتيتي اوف تشارج بتتقاس بالايه؟ بالكولوم. يبقى الانرجي تو درايف 1 كولوم هو ده المين؟ الفولتج. والفولتج هو مين يا جماعه؟ هو اي ام اف. تمام؟ دي اجابه هذا السؤال الجميل. يلا يا جماعه السؤال اللي بعده 31. Four wires are made of same metal. Which wire has the greatest resistance? Four wires are made of the same metal. Which wire has the greatest resistance? ركز معايا يا جماعة. احنا قلنا يا جماعة ان الresistance بالنسبة للresistance واللينث، قلنا ايه يا جماعة؟ الresistance واللينث directly. يعني عايز resistance كبيرة؟ اديني length كبير. تمام.
طب وبالنسبة للدايمتر؟ قال لك دي قاعدة اسمها انفيرس سكوير، يعني لما تعوز ريزيستنس كبيرة الدايمتر تبقى قليلة. فمن الآخر يا جماعة، أنا عايز ريزيستنس كبيرة، أعمل إيه؟ دور على أكبر لينث وأقل دايمتر، أكبر لينث أهو، أكبر لينث وأقل إيه؟ وأقل دايمتر. دي إجابة هذا السؤال الجميل، السؤال رقم 31. تعالوا بينا على السؤال 32. طيب حبايبي الحلوين، بيقول لي in which circuit is there just a single lamp lit؟ مين في دول عنده single lamp lit؟ بصوا يا جماعة، ادي البلس وادي الماينس، خلاص يلا بينا يا جماعة نمشي واحدة واحدة. هوبا كده، ها يلا هيعدي، يلا طب كده، ها ايوه هيعدي وده هيعدي، الله ده كلها معدية بقى، ده كلها معدية اهو، السهم مع السهم تمام. اه طب ما كده اللمبتين هينوروا. اه لا هو عايز ايه؟ سنجل لامب. طب تعالى هنا، تعالى هنا، الكرنت بيطلع من البلس يخش في الماينس. اه لا ده الكرنت ده مش هيعدي اصلا يا جماعه. بس انا عايز اوضح حاجه، الكرنت مش معناه انه هيطلع من البطاريه يمشي لحد هنا ويقف، لا ده هو مش هيطلع من البطاريه اصلا. ايه ده مستر، امال انت راسم السهم ده ليه؟ قال لك ده ليا انا بس عشان اعرف هو هيعدي مش ولا مش هيعدي. انما يا جماعه انا لما احط الدايود كده الكرنت مش هيطلع اصلا من البلس، يعني اوعى تفتكر ان انا لو حطيت لمبه هنا هتنور، بس لو حطيت لمبه هنا مش هتنور، لا سعادتك هي كلها مطفيه. انا بس بعمل الاسهم دي ليه؟ ليا انا عشان اعرف السيركت دي هتشتغل ولا مش هتشتغل. اذن يا جماعه اللمبتين دول مطفيين. طب تعالى هنا، ها كده هتعدي كده اه تيجي تخش دي، لا دي كده مش هتعدي. اذن يا جماعه اللي احنا هنلاحظه ان اللمبه دي هتنور بس اللمبه دي مش هتنور. طب خش على الرابعه، خش على الرابعه، الرابعه يا جماعه لا الرابعه، الرابعه هتقف اصلا. اذا مين الوحيده يا جماعه اللي عندها سنجل لامب هتنور؟ سي، ما سي دي نورت ودي ما نورتش تمام. طبعا يا جماعه هنا عشان تجاوب السؤال ده لازم تكون عارف الدايود بيعمل ايه في الكرنت، وامتى يعديه وامتى يبلوكه معايا. دي اجابه هذا السؤال الجميل. السؤال 33 حبايبي، لازم نعرف فكره الشارع الرئيسي. يعني ايه فكره الشارع الرئيسي يا جماعه؟ الشارع اللي ساكنه فيه البطاريه هو شارع الخير كله تمام. طب فين الشارع اللي ساكنه فيه البطاريه؟ بص يا باشا، تطلع من البطاريه دي لغايه اول تقاطع، ومن البطاريه هنا لغايه اول تقاطع، اللي بالازرق ده هو الشارع الرئيسي. ده يا جماعه فرع وده يا جماعه فرع، ده شارع فرعي وده شارع فرعي. طب ايه الميزه في الشارع الرئيسي؟ اي حاجه يا باشا في الشارع الرئيسي تاخد التوتال كارنت. يعني لو انا حطيت لمبه هنا يبقى كده دي ساكنه في الشارع الرئيسي اهو، معاها توتال كارنت، لمبه هنا دي توتال كارنت، انما اللي في الفروع ده كارنت اقل. فالراجل بيسالني مين التو اميترز اللي قاريين اعلى؟ تعالى نمشي كده، بص 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 بص، الكارنت يمشي كده، يمشي كده هوب، الكارنت عند النقطه دي يبدا يتوزع، شويه كارنتوت صغير يمشي هنا وكارنتوت صغير يمشي هنا كده وكده، يرجع الكارنتوتين دول يتجمعوا تاني يدوني الكارنت، يديني الكارنت الكبير. اذا يا جماعه هتبص تلاقي ان الاميتر ده والاميتر ده مدين لي اعلى ايه؟ اعلى قرايتين، لان هم ساكنين في الشارع الرئيسي. تاني يا جماعه مين هو الشارع الرئيسي؟ الشارع الرئيسي يا جماعه اللي هو من اول البطاريه او الباور سبلاي لحد اول تقاطع، او من البطاريه او الباور سبلاي لاول تقاطع وايرز، يعني اول تقاطع شوارع. السؤال 34 حبايبي المحترمين، ما اقدرش اقول لك اي حاجه في هذا السؤال يا جماعه الا كلمه واحده بس. ايه هي يا جماعه؟ يا جماعه لازم تكون حافظ التروث تيبلز. فانا هسالك سؤال، مين التروث تيبل اللي يديك 001011؟ مين اللي يديني الكلام ده؟ لو بصيت يا جماعه هتلاقي الوحيد اللي يديك الكلام ده هو الناند. اذا رقم واحد، معلش انا ما عندكش مالكش عذر عندي، انت لازم تكون حافظ الكلام ده كله، truth tables كلها لازم تكون محفوظه تمام. طيب ادي الناند يا جماعه، مين اللي يديني ناند بقى يا جماعه؟ اللي يديني ناند اند مع نوت، اند مع نوت معايا. طيب خش على اللي بعده، 35 سؤال يا جماعه مستهلك للوقت شويه بس هو سهل. انا يا جماعه لما يكون عندي 240 فولت في البرايمري و4800 فولت في السكندري خلاص، وعايز اعرف يا ترى ريشيو عدد اللفات هنا بكام؟ انا عندي قاعده يا جماعه بتقول لي ان على ان اوت ايكوالز في ان على في اوت، او
ان برايمري على ان سكندري ايكوز في برايمري على في ايه سكندري. فلو انت حسبت الحسبه دي يا جماعه هتلاقي ان في الاخر هي جايبه معاك ان ريشيو عدد اللفات في البرايمري لعدد اللفات في السكندري المفروض انه يطلع 1 ل 20. ليه؟ 240 على 4800. مين بقى يا جماعه في الليله دي كلها مديك ريشيو 1 ل 20؟ اقسم بقى يلا 50 على 1000. ها تديني كام؟ 50 على 1000. واحد واحد، اذا واضح ان هي دي الاجابه. طب استنى كده نجرب الباقيين. 240 على 48000، لا دي 1 على 200، يبقى مش هي نفس الريشيو. طيب 480 على 24، لا دي هتطلع 20 على 1، مش نفس الريشيو. طيب 2000 على 100، دي برضو 20 على 1، مش نفس الايه. اذا يا جماعه اجابه هذا السؤال تتلخص فيه ان ريشيو الفولتج في الترانسفورمر هو نفس ريشيو عدد اللفات. ده السؤال 35. السؤال حبايبي 36. ده سلك في كهرباء، بيقول لي انهي بوينت في دول عندها اعلى ماجنتيك فيلد؟ طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان الواير بيعمل ماجنتيك فيلد بشكل دواير حواليه، الستريت واير بهذا الشكل، وقلنا يا جماعه الدوائر بتبقى قريبه من بعض ثم تبدا تبعد ثم تبدا تبعد ثم تبدا تبعد وهكذا وهكذا معايا. فالاجابه عندي هتكون ايه؟ هتكون سي. ليه؟ لان هي من الاخر يا جماعه اقرب نقطه للواير، اقرب نقطه للواير. دي اجابه هذا السؤال الجميل. السؤال حبايبي 37. A beam of particles move through a magnetic field. يعني زي مثلا يا جماعه انا عندي هنا نورث وعندي هنا ساوث، تمام؟ امتى البيم ده يتحرك؟ امتى البيم ده يتحرك؟ قال لك في شرطين. اولا لازم البيم ده يكون charged، يعني يا بوزيتيف يا نيجاتيف، يا بوزيتيف يا ايه يا نيجاتيف. ثانيا لازم يكون ماشي perpendicular to the magnetic field. بمعنى افرض يا جماعه انا عندي ماجنتيك فيلد كده، افرض انا عندي ماجنتيك فيلد كده، ده نورث وده ساوث، ومشي فيه الفا بارتكلز بارالل تو ذا ماجنتيك فيلد لاينز، قال لك مش هيحصل له حاجه. لازم يا جماعه يكون البارتكل اللي داخل، لازم يكون البارتكل اللي داخل يكون ماشي بيربنديكولر تو ذا ماجنتيك فيلد لاينز. اذا خليني نقول نيوترونز غلط. ليه يا جماعه؟ النيوترون نيوترال، واي حاجه نيوترال زي الجاما زي النيوترونز لن تتاثر لا بالكتريك فيلد ولا ماجنتيك فيلد. رقم اتنين، ما ينفعش يا جماعه حتى لو كان تشارج، اهو الالفا بارتكل تشارج يا مستر والالكترون تشارج، ايوه بس لما يتحركوا بارالل تو ذا ماجنتيك فيلد لاينز مش هيحصل لهم حاجه. حتى لو لاحظت يا جماعه لما كنا بنعمل فليمنج يا جماعه كان دايما ايه يا جماعه؟ كان الكرنت والماجنتيك فيلد ايه؟ ها بيربنديكولار لبعض كده، صح ولا لا؟ معايا؟ اذا يا جماعه ما ينفعش بارالل، ما تنفعش نيوترونز، ما تنفعش، لازم البيم اوف بيتا بارتكلز يكون بيربنديكولار اكروس ذا ماجنتيك فيلد ايه لاينز، تمام؟ يبقى يا جماعه اتعلم ايه من السؤال ده؟ شرطين عشان البارتكل يتاثر بالماجنتيك فيلد. رقم واحد يكون تشارجد، رقم اتنين يكون بيربنديكولار او اتليست بانجل، مش لازم بيربنديكولار قوي يعني. السؤال 38، which statement is correct for the nucleus of any atom? Which statement is correct for the nucleus of any atom? حبايبي هل الاتوم بتكون 10 الكترونز ونيوترونز وبروتونز؟ حبايبي الالكترونز بره النيوكليس مش جوه النيوكليس. ايوه مستر بس انت قلت لنا ان في الكترونز emitted from the nucleus. بس دي البيتا بارتكلز، انما الالكترونز العاديه بره النيوكليس. طيب the nucleus contain the same number of protons as neutrons. مين قال لك الكلام ده؟ مين قال ان لازم النمبر اوف بروتونز يبقى ايكوال نمبر؟ ممكن ممكن طبعا في نيوكليوس جواها البروتونز قد النيوترونز عادي، بس مش شرط ان النمبر اوف بروتونز يكون قد النمبر اوف نيوترونز. لو بصيت على الصوديوم، الصوديوم هتلاقيه 11 23، فالصوديوم عنده 11 بروتون و12 نيوترون، فمش شرط. The total charge of the nucleus is zero. لا حبيبي فرق ما بين نيوكليوس واتوم. الاتوم نيوترال، الاتوم الشارج بتاعتها بزيرو، انما النيوكليس يا جماعه بتكون بوزيتيف شارج. يا جماعه النيوكليس الصغيره، الاتوم الكبيره، النيوكليس بتكون بوزيتيفلي شارج، انما الاتوم على بعضها بتكون ايه؟ نيوترال. The nucleus is very small compared with the size of the atom. بقى معلش دي بقى دي في كل الاتومز بقى، دي في كل الاتومز، تمام؟ السؤال اللي بعده السؤال 39. عيب يا جماعه، انا عندي هنا بوزيتيف بليت وعندي هنا نيجاتيف بليت، البي راحت ناحيه البوزيتيف والكيو راحت ناحيه النيجاتيف. اذن اكيد البي نيجاتيفلي تشارجد والكيو بوزيتيفلي تشارجد، تبقى مين يا جماعه؟
اكيد البي هي البيتا والكيو هي الالفا، لان البيتا نيجاتيف والالفا بوزيتيف. السؤال الأربعين والاخير، لا سؤال بسيط يا جماعه، سؤال هديه. طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان لازم مجموع اتوميك نمبرز الناحيه دي ايكوال الناحيه دي، وماس نمبرز الناحيه دي ايكوال الناحيه دي. حتى لو كده مجموع اتوميك نمبرز الناحيه دي ايكوال الناحيه دي وماس نمبرز الناحيه دي. طبعا الحكم عندي هنا هو السهم، الحكم عندي هنا هو مين؟ هو السهم. لو قعدت تدرسهم واحده واحده وتبص مين اللي مجموع اتوميك نمبرز الناحيه دي ايكوال الناحيه دي، هتلاقي 83 ماينس 1 يديني 82، 209 بلس 0 يديني 209. ده يا جماعه كان اخر سؤال بالنسبه لنا في نوفمبر 2020 بيبر 2 فاريانت 1. يعني اتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوا كويس.